السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من البرامج كويسة جدا بي دي اف كريتور، ده برنامج اوبن سورس ومهمته ان هو يحول لك الشغل بتاعك لبي دي اف، سواء انت مثلا بتشتغل على اوتوكاد، ريفيت، وورد، اكسل، مش فارقة، المهم ان هو هيظهر معاك في الطبعات. مجرد بتقول له كنترول بي بيبدأ يظهر لك هنا البرنتر، تبدأ تختار البرنتر اللي انت عايزها. هنا نختار بي دي اف كريتور، ده اوبن سورس ومجاني ومبيسرقش حاجة خالص. هتقول له اعداد طباعة عادي خالص وتقول له اوكي تمام، فهيبدأ يجهز لك الملف ويبدأ يقول لك عايز تسيف فيه. ببساطة جدا جدا، مفهوش اي مشاكل، مفهوش اي حاجة خالص. بيضيف طبعة افتراضية بتحدد المكان اللي عايز تسيف فيه، تحدد المعلومات اللي انت عايز تحطها وتقول له سيف، فيروح مسيف لك الشغل بتاعك.